الرئيس السيسي يلتقي رئيس الحكومة ووزيري الإسكان والرياضة لبحث الملفات المطروحة بالقطاعين. إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى للقبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالدور الأول 2019. حجاج القرى المصريون يصلون المدينة المنورة والبعثة المرافقة تشرف على تسكينهم وحصولهم على أفضل سبل الراحة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وذلك لبحث الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها التي تنتشر في كافة أقاليم الجمهورية. كما اجتمع الرئيس السيسي بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور رئيس الوزراء. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجاري تشييدها، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين، وكذلك المدن الجديدة الأخرى الجاري تنفيذها في صعيد مصر. وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة قيمة مضافة لعملية التنمية في مصر، وعلى نحو يساهم في توفير خدمات متميزة للمواطنين. كما اجتمع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. تناول الاجتماع تأكيد السيد الرئيس على الاهتمام بالشباب باعتباره ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، موجها سيادته على الاستمرار في تطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية لقطاعي الشباب والرياضة في مصر، فضلا عن زيادة عدد المنشآت الرياضية الحديثة التي توفر البيئة المواتية لممارسة الأنشطة الرياضية وتساهم في اكتشاف وصقل المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف الرياضات. كما استعرض الدكتور أشرف صبحي أصداء النجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، والذي أظهر قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها المتعددة على مواجهة التحديات والتغلب عليها في وقت قياسي، الأمر الذي كان محل تقدير إقليمي وعالمي واسع، مشيرا إلى بلوغ نسب مشاهدة حفلي افتتاح وختام البطولة لما يزيد على 1.5 مليار مشاهد في جميع أنحاء العالم. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر صحفي اليوم نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019. وقال الوزير إن الحد الأدنى لكلية الطب بنسبة 98.4%، طب الأسنان بنسبة 98.29%، الصيدلة بنسبة 97.8%، والعلاج الطبيعي بنسبة 97.68%، والطب البيطري بنسبة 97.7%. أوضح عبد الغفار أن الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 96.34%، كلية الإعلام 94.39%، كلية الألسن 95.49%، كلية الآثار 92.56%، وكلية الفنون الجميلة 91.71%. وصل حجاج القرى المصريين إلى المدينة المنورة، حيث قامت البعثة المشرفة بتسكينهم في أماكنهم وتأكد من حصولهم على أفضل سبل الراحة رحلة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. منذ لحظة وصول الحاج لمطار المدينة المنورة يتم استقباله من قبل ضباط البعثة وإنهاء إجراءات الوصول في ظل تعاون وتنسيق مع السلطات السعودية التي تسعى إلى توفير الراحة لضيوف الرحمن لأداء المناسك.
مع توفير الحافلات التي تقلهم إلى أماكن إقامتهم، وما بين الوصول والإقامة أقل من نصف ساعة. ده في المطار التاريخي الحلو، خرجنا بسرعة ما عدناش نص ساعة في المطار. نزلنا في مطار المدينة، كل يعني الشنطة دي أصلا ما شفناهاش أصلا إلا في الفندق. الفندق على بعد أمتار قليلة من الحرم النبوي، نظم القائمون عليه استقبالا خاصا لحجاج القرعة، فقد اختارت بعثة حج القرعة هذا الفندق واثنين آخرين لإقامة الحجاج بالمدينة المنورة حتى يتسنى لها تقديم أفضل خدمة لهم في مكان واحد، وعلشان يعني نقدر إن احنا نوفر لهم الخدمات المناسبة والملائمة ليهم من حيث العيادات من حيث الوعاظ. فأخذنا فنادق إسوة بمكة، فنادق كاملة للحجاج المصريين، وحضرتك لو شفت كده هتلاقي كله حجاج مصريين، مفيش أي جنسيات أخرى. الفندق مش عايز أقول لحضرتك، أنا لما كنت في السياحي كنت بمشي حوالي من 10 لربع ساعة. أنا بقول لحضرتك المكان أهو، وده مكان إيه اللي إحنا بقى متميزين فيه، مكان السيدات 26 البوابة ديت، إحنا بندخل بعد 7 دقايق بس. في كل مكان بنيجي بيستقبلونا أحسن استقبال، وإحنا بنشكرهم يعني بنشكرهم ونقول لهم جزاكم الله خير. من ناحية الإقامة كويسة ومن ناحية المسكن كويس، ومن روح الحرم مشوار قريب مش بعيد علينا، والحمد لله الأمور كويسة تمام يعني. إدارة الداخلية بصراحة عاملة أحلى معنا والله. بين الحجاج انتشر ضباط بعثة حج القرعة مرتدين زيا موحدا للمرة الأولى يميزهم، بهدف إنهاء إجراءات التسكين والإقامة الخاصة بالحجاج لمنع عمليات الزحام من خلال الاعتماد على نظام التسكين الإلكتروني، حيث يعرف الحاج وهو في الحافلة غرفته التي يقصدها مباشرة. التسكين السنة دي بيتم من خلال منظومة إلكترونية، بتبقى عن طريق منظومة تابلت وباركود. الحاج بنقرأ الباركود بتاع الكارت التعريف الخاص بيه وبنحدد له رقم الغرفة بتاعته. عملية تسكين الباص اللي هو قوامه حوالي 45 ل 50 حاج، ما بتاخدش أكتر من 10 دقايق، الحاج بيبقى عارف رقم غرفته وبينزل يتوجه لغرفته على طول. الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية وخلال تفقده لغرف إقامة الحجاج وجد رضاء تاما منهم عن الخدمة المقدمة لهم حتى اللحظة ودقة التنظيم. الحمد لله، بارك الله فيه. ده ما تستحقوه. الحمد لله. ده ما يستحقوا الحج المصري. احنا صراحه خدمه غير عاديه، فبشكرهم كلهم فرد فرد على اللي اتعامل معانا واللي لسه هيتعمل. هدف القائمين على بعثه حج القرعه ان يشعر الحاج برضاء تام عن الخدمه المقدمه له ومساعدته على اداء فريضته في سهوله ويسر على نحو يليق بالحاج المصري.